خوتي السلام عليكم، إن شاء الله كمل لكم بالله. معكم ديدي كاروس، رابر ومؤطر جزائري من الدرجة الأولى للشباب المغاربي. كنت راح نكتب أغنية تحت واحد الفيديو تاعت واحد الإنسان يشبه الفنان بالحاضر خويا العزيز. غلط بزاف كي قلت هذه الكلمة، احنا ما كناش كاع نهضروا عليك، كنا نجبدوك في حكاية. مين انت على حساب؟ شوف انت شغل عندك جنون العظمة وكدير روحك بطل قومي. اما انا دوك عطيتك جيت حكيت بغوني عطيتك نعطيك ريبونس على حسابك. انا رابور شريكي الميطرايات تاكلك اليوم. اسمع مني صح، نبداو ميساج الاول ونولي لك يا سي الحاطيد. اسمع مليح، هادي الشباب المغاربي الناس اللي تبعني في المغرب. خوتي طائرة المرحاض الصهيوني اللي راهي تقريبا كل شهر تحت في الاراضي المغربية قبل ما تكون تحدي للجزائر، هي اهانة للشعب المغربي، اهانة للشعب المغربي. طائرة المرحاض الصهيوني اللي كل شهر تحط في الأراضي المغربية بكري كانت سرا دوكا جهرا، هي قبل ما تكون تحدي للجزائر هي إهانة للشعب المغربي الشقيق. من الدرجة الأولى احنا كشعب حر مستقل ذو كرامة، نعرفوا باللي أبا ربي سبحانه الملك في ملكه ولا ملك إلا لله. انت عندما تنحني وتقبل يد عميل صهيوني أنها تمجد للشيطان، وراك تقوي في الشر وتقوي في الصهيوني. ونولي لك يا سي الحاضين راك تحت في من الفول من الاخر شريكي. وهذه انت كي شبهت الفنان بالحاضين يلي طايح بطل قومي، دوك فهمت بزاف صوالح باش تفهم. حنا دو سيادة واحدة ان شاء الله، وربي ينصرنا وما كاش اللي فرقنا ان شاء الله. وهذا ميساج لك، ولا ما شافش الفيديو هذا يا خاوتي ديروا له هاشتاغ. ابا كوش تقولوا له، قولوا له لو كان كلامك يغير شيء لتغير كل شيء، لو كان كلامك يغير شيء لتغير كل شيء. احنا رانا في قلب المعركة ورانا الحمد لله رانا في اعماق الجزائر، شاب جزائري عندي الحق نهضر، مؤطر عندي الحق نهضر. هذه بلادنا وزيتنا في دقيقنا وحنا في روس والحنا ما بيناتنا، ما خلوش البراني يدخل بيناتنا خاوتي. وهذا ميساج من عندي نموت عليكم كامل، وتحية كاع الأمة الإسلامية والأمازيغية والعربية كاع حنا مكاي اللي لمنا ضرب واحد وما كاش اللي فرقنا. والسلام عليكم ورحمة الله.